صلى الله وسلم عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك. يا ليتنا صك المسامع من أنبائهم خبر لا ينقضي حزنه أو ينقضي العمر ما حل بالآخ في يوم الطفوف وما في كربلاء من معشر من غلبوا قد بايعوا الصبط طوعا منهم ورضا وسيروا صحفا بالناس تبتدروا أقبل فإنا جميعا شيعته وكلنا ناصر والكون منتصر أقبل وعجل قد اخضر الجناب وقد زاد بنضرتنا الأزهار والثمر أنت الإمام الذي نرجو بطاعته قلت الجنان إذا النيران تستعر يا حسان كلنا نعتني لك كربا زور فاسمع نصك وانظر ديش للبور ندخل الحاير ندخل الحاير بالحنين الصدور من حوم مثل الجنان لو فار الحمير ونشوف عند رجلك علي يا حسن مدفون وتهيج زفرتنا وقرح ماي العيون ونتذكر مصابك عليك والقلب محزون ما احنا الضار وصيح يا ابن قطعت بيا من فريضة روح للحاير الشيعة من مشهدك تطلع وتقصد للشريعة زور القمر الأزهار أو جفوف القطيعة شيار رايتكم قصور الهاشمية إنا لله وإنا مرجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تعجيل فرج قضاء الحوائج صل على محمد وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلبس ملابس مساوية
لأهله قريته وديرته ومجتمعه وزمانه. لذلك لم يزر الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه يلبس الجبر الجميلة، حتى البعض اعترض عليه أن رسول الله كان جدك علي هكذا يلبس، أنت تلبس هكذا؟ قال ذاك زمان علي وهذا زمان زمان علي علي وشأن كل زمان يحتاج إلى أن الإنسان يكون في مظهره وفي مستواه ويافق طبعا بالشكل الوسطي، لا إسراف لا تبذير وإنما بشكل وسط، وخير الأمور أوسطها. وفي هذا الجانب أيضا يعتني ويهتم لكن بشكل أيضا متوسط، مو بإسراف مو بتبذير، يوم أسبوعيا يوميا يوصل له 4 أيام أو 6 أيام وأنت بتوجع عنده وأنت بتقعد عنده. والنساء أيضا لكل لون شنطة ولكل لون كذا ولكل لون، هذا الإنسان يطلع في مظهر أهل زمانه، ولكن بلا تبذير بلا إسراف يكون في شياكة يكون في جمال، هذا مطلوب لأن هذه صورة خارجية الشريعة أرشدت إليه وأمرت الإنسان المؤمن أن يحترم بذلك ويهتم بمظهره. وهناك صورة أخرى وهي الصورة السلوكية، وهي مقدمة على هذه الصورة الظاهرية الشكلية المادية. الصورة السلوكية أقصد بها جنبة التعامل وجنبة الأخلاق عند الإنسان. هذه أيضا يجب أن تكون هي الأولى، هي الأفضل، هي الأحسن، هي الموجودة في شخصية الإنسان. وهذه إن وجدت ربما تغطي قليلا عن تلك. فلو افترض إنسان ما الجنب المالية عنده ضعيفة فقير، لكن يحمل جنب أخلاقية عالية، جنب سلوكية راقية، ما تخطى على أما إذا كان عندك ما موجود وهم سوء خلق موجود هي مشكلة، هذه مصيبة تصير عندك. يعني ما بقى الاثنتين الجنبة الأخلاقية عندنا في الشريعة في مدرسة مطلوبة ولها الأولوية. ولو اطلعت على الأحاديث والروايات والمواقف والآيات الكريمة لوجدت أن هذا الجانب في الشريعة المقدسة هو الأولى وهو المقدس وهو المطلوب. والمجتمع المؤمن هو المجتمع الذي يتصف بهذه الصفات، بصفات الأخلاق، هذا هو المجتمع المؤمن. لأن خلاف المجتمع المؤمن مجتمع المنافق الذي يحمل صورة أيضا مغايرة لصورة المجتمع المؤمن. المجتمع الكافر أيضا يحمل صورة مغايرة أيضا للمجتمع المؤمن. على صعيد الدنيا أنت تعيش بين أفراد المجتمع بهذه
بالآخرة أيضا أول ما يسألون يسألون عن الجذب المعاملاتي عندنا، الجذب الأخلاقي عندنا، الجذب الآدابي عندنا. عنوان صحيفة المؤمن، يعني كل واحد يطلع من الدنيا عنده شنو صحيفة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا فهو منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. زين احنا نعرف اي كتاب من الكتب لازم على شنو عنوان، كتاب ما على عنوان راح نشتري. لازم عنوان موجود. شنو عنوان صحيفة بالآذان؟ شنو يخلونه؟ مسلم؟ مؤمن؟ لا، قال عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه. وعندنا حديث آخر عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلق، بل وإنه بحسن خلقه ليبلغ درجة الصائم القائم، يعني يعطى هذا الإنسان ثواب وأجر ودرجة ذلك الإنسان القائم بصلاته، الصائم في نهار القائم في ليله بحسن الأخلاق يعطى درجة. يدلنا على الأهمية للأخلاق، واحنا يوم نجي نحكي عن هذا الموضوع هذا لا يعني انه هناك احنا بعيدين عن الجنب، لا، احنا الحمد لله في مدرسة أهل البيت وفي طريق أهل البيت شغل وياهم، لكن يوم نجي نشير إلى من باب التذكير نذكر بذكر إن بعض سيتذكر من يخشى ويتجنب ويخشى الذي يصلى النار الكبرى. ليش؟ لأن المطلوب في هذا الجانب أي في الجنب الأخلاقية والمعاملاتية، وكما أن الحديث يأتي ويقول الدين المعاملة، الصلاة، ما قال الدين الصوم، الدين المعاملة، شلون معاملتك أنت مع أهلك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أصدقائك، مع أهل المملكة، مع العالم كله، شلون معاملة؟ على أي منحى؟ على أي طريقة؟ على أي أسلوب؟ وأنت تحب الإنسان صاحب الأخلاق تحترمهم كثير. أما ذلك الإنسان له بعيد عن هذا المحور لا تحاول أن تتجنب. هذه المسألة شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنده مواقف كثيرة. أمير المؤمنين أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، شوف الجنب هذه مليانة مليانة كثير.
نحاول أن نضبط أنفسنا ونحاول أن نكون في هذا الصف. قبلها نقول أخواني حسن الخلق مو وقت الراحة ووقت المكيف يشتغل والمكان ضايق والخير موجود وماكو أحد يأتيك وماكو أحد يتاك لشك عن دولتنا وماكو أحد يزعج. شوف هذا يحبك، لا، هذه الجنبة مطلوبة وقت اللي تكون انت معصب، وقت اللي تكون انت على قولة حمدان ليه بيس. فهني يظهر الإنسان صاحب الخلق، هني الإنسان تنكشف شخصيته. يقول عند الامتحان يقرا المرء او يمام، اما وقت الراحه لا، الكل شاب والكل متواضع والكل سميح والكل غير متجبر كذا حاضرين وسهلة. لكن ما تكشف هذا اللي مسؤول عنده جبار متنطرس. وقت اللي تصير هزات احتكاكات تدافع، بين هذا الرئيس وذاك المسؤول وهذا الملك وذاك الطين، اظهر طينته وعجينته سودة ولا بيضة طاهرة ولا نجسة. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ظهر في مظهر صاحب الاخلاق العاليه والله عز وجل توجه بتاج لا زال العالم كله يذكره به ملائكه السماء وبشر الارض، وانك لعلى خلق عظيم. ما في وقت الراحه، صاحب الصدر الواسع والاخلاق العالي يوم تخطأ زوجة مثلا يبين هنا هل انت صاحب اخلاق ولا لا. يوم مثلا انسان ما يعقل وما يصير تلاقى بين الاثنين ويعطيها قرشين ثلاثة زيادة على المال، لأن هي مشاكل عندنا وموجودة النوعية واجبة، ويسوي لها حفلة عمرانية في الصلاة ويولع لها شوية جنب الدينار وما يصير توافر بعد شهرين ثلاثة ويروح إلى الطلاق يبين إنه الإنسان. الله يقول أمثال بمعروف أو شنو؟ مو شكلا تسبيحا بإحسان. لكن تعال بعض الناس يا الله طلع كل القروش اللي دفعها، كل القروش اللي دفعها ما يطلع صرفة ما صرفة بين لازم نجيب. وين؟ وين؟ الآية القرآنية وين؟ بس وقت اللي نقرا القران مر عليه، واما وقت اللي تصير احنا بالمعمعة وبالمحل لا، ما في الاحبار اللي خلاص طلع وما حد يقدر يحكي وياه، لا صديق لا قريب لا رجل لا عالم، ما حد يقدر يحكي وياه ويعلم. لما سنه سنتين كل ما يجلو
يعني ما صار توفيق، التوفيق بيد من؟ بالله. وما كل احمد رب العالمين ما وفق صورته وصفته. لكن معنى يبين وجود الجذبه الاخلاقيه عند النساء، شلون يقدر يتعامل معامله حسنه في هذه الوضعيه. وكنا احنا اصحاب الحسينيات ورواد الحسينيات والمآب نسمع قصه ذلك الشيخ الذي اجى ذاك الانسان وقال له اي افضل لحيتك ام لحيه الكلب؟ سبحان الله. تقبل احد يجيب لك شكل تزعل. قال امسكه من جلابي. لأن الذي يكون هكذا يفكر سيء، ورب العالمين هو وفق، لكن اللي يخلي الشيطان هو الذي يحركه لا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يهوديا، وما أكثرهم خصوصا الأيام عطار عروس الجاهل عندهم دعم وعندهم قوه وماشي بخطر صدر. هذا اليهودي يوميا يجي ويخلي الاشواه في طريق رسول الله، وما يقدر يقدر الرسول يجي يضرب لا، شو يسوي؟ يجي يخلي الاشواه في الطريق. يوم ماكو، يومين ماكو، ثلاثة ماكو. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت صاحبنا؟ أي صاحب؟ قال: هذا الذي يضع الأشواق في الطريق. قال: يا رسول الله، هذا اليهودي فلاني بس ما عاد مريض. يا رسول الله يا قال: قوم بنا بعيادته. الحزورة خلينا نروح حزورة. وخطر في بالي اقول اكو اخوان من اب وام ما يزورون بعض. على امور ماديه، امور بسيطه، اطفال تهاوشوا على صلاه مقاطعه. قوموا لزيارته وراح. اذا زياره هذا طرق الباب رسول الله صلى الله عليه واله، خرجت زوجة اليهودي عرفها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بنفسه، فجاءت لزوجها وقالت أن محمد قد جاء إلى البيت. قال: يا روحي جيبي سجين حتى تدافع عن نفسك. ما هو ظان أن رسول الله جاء بينتقم من عنده، وخلى السجين تحت المخدة. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سلم عليه بتحية الإسلام، وقال: يا هذا جئت لزيارتك.
وما اريد تدخل في ديني ايضا، لا من همك بخليك على دينك. فاسال ديني يقول لي انت مريض وجبت الزياره علينا لك، خليني جاي من زوجك. واذا بذلك يقول اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. ما أجمل بنا أن نخرج من هذه الدنيا ونحن من صفاتنا التواضع، من صفاتنا الحلم، من صفاتنا الرحمة الشفقة العار، هاي السجايا وهاي الاخلاقيات وهذه التحيه هي التي تنفعنا. تذكر ان من ضمن الاشياء التي ترفع وحشه القلب او ضغطه القلب، ما أحد إلا خربية، لكن هناك أناس لا ترفع ما تمر عليهم ما يتأثروا بها ولا يدرون بها أصلا، لأن عندهم تأمين من دار الدنيا مسوين هذا التأمين. حلو بالكلمة الطيبة بالمعاملة الجيدة، لا مو بالعصبية. ايه يا ام سعد، هذا سعد شاب كان مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في معارك التي دخلها، لكن توفاه الله. أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله جاء وحضر تشييع هذا الشاب ونزل في قبره وراه، وحتى رسول الله كان يمشي على أطراف أصابعه يسأل لماذا يا رسول الله، فيقول بكثرة الملائكة موجودة وراء هذا الشاب. شوف هاي المكان يقول هاي أمك كانت أيضا حاضرة في التشييع واستأنست، من مثلك يا سعد ورسول الله خلف جنازتك وقد نزل في قبره يسمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا الكلام، فقال: ايه يا ام سعد لا تحكمي على الله. اصحابه قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: انا قد ضغط في القبر ضغطا تذكر فيها حبيب امه. مش هذا صاحب السلام، صاحب الصوت، صاحب الزكاة، صاحب الجهاد، معركة سيوف دماء دماء، ومع هذا يضرب ضربة يتذكر بها أيام الصغر والطفولة.
قال ماذا يا رسول الله؟ ليش؟ قال لأنه كان سيد الخلق في مكة. بس قال له العصر يطلع البيت الحفظي يطلع من بين المصر يطلع من بين المصر وحتى من باشر زوجته من العراق بالهواش ايه بعد الناس اشوف حجي الله يرحمه رحمته الواسعه يوم اللي جاي ذيك البار شن بك يا حجي؟ قال الله يا حجي انت لا تعالك على مسيرته الليل يا اخي بالهداوه كلمة طيبة بالأريحية بالأخلاق الجيدة لين تتغير كل الأمور لا سيد الخلق مش كيف مو الملائكة تنفر منه حتى الأب تنفر منه الضغطة تجيب وين؟ الضغطة تجيب ها؟ هذا التراب شعر لذلك نحن هذا الكلام نوجهه كمؤمنين مسلمين كأتباع إلى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لذلك العنوان صحيفة المؤمن عنوان حسن الخلق شو ما تقدر تخلي شخصيات مبنية على هذه الركيزة احسب انك في نجاة وامان يوم الزلزال لكن اليوم كبير يوم تذهب كل امور ضعف عما ارضى تضع كل دار حملها وترى الناس سكارى وما الله ولكن عذاب الله لكن صاحب اخلاقه اللي عنده حسن خلق عنده تواضع عنده حلم عنده عمل طبعا في عند المجتمع ما شاء الله موجودة عند حيوانات طيبة لكن احنا في مجتمعنا كله يصير شيء ما علينا من الاخرين صاروا صلبيين صاروا حمقى صاروا عنيفين من يحمل الشفقة ولا الرحمة مع الرجل مع الطفل مع الشيخ ما علينا منهم ما علينا علينا من أنفسنا على المجتمع لأن نحن في سفينة أهل البيت ونريد نكون وياهم مثل ما كنا وياهم في الدنيا نصير وياهم بالآخر إن شاء الله ما نريد أن نفترق عنهم خصوصا ان ذاك اليوم محتاجين اليهم اكثر واكثر. لذلك نحن محتاجين اليهم. كيف يا حاجتنا اليهم اعظم. اللهم لا تفرق بيننا وبين طرفة عين ابدا. اولئك لا شفقة لا رحمة لا يرحمون الكبير ولا الصغير ولا المرأة ايه اليوم كنت اطالع على تويتر فواحد من مشايخ من يقول انه من المشايخ زين يعني يتكلم بشيء معاويه اكو واحد يتمنى يقول يا معاويه عجيب قليل ولكن الطيور مولانا الطيور على اشكالها تقعوا ولا شيء واحد ما يسمع له في بحر واحد اكو واحد يسبح في بحر نظيف واحد ما يعرف يسبح له في بحر وسط هكذا ليش؟ لان هؤلاء هم ابناء اولاد تعال في كربلاء شوف واسمع انظر سووا اي انسان سواء كان مؤمن او كافر اذا يحمل عقل صحيح وعاطفه سليمه
ضعيف وفي مصيبة حسين يترجل من على ظهر جوانه إلى الأرض. تقول بعض الروايات أن السهم المدلل الذي صاب قلب الحسين جعل من الحسين ضعيف ما يستطيع لأن الحسين لم يستطع أن يستخدم ذلك السهم إلا من أباه وقد استخرج الثلثين قلب الحسين جوانب الحسين لما رأى الحسين يريد أن ينزل إلى الأرض أبعد من رجليه فنزل الحسين إلى الأرض جمع له رسالة من التراب من نصف الليل الحسين أغمي عليه مهله ساعة ساعتين ثلاثة تحير ماذا يصنعون هل أن الحسين لا زال حيا ويمكن أن يقوم الآن ويقاتل أم أنه قد مات شوف أصحاب الأخلاق العالية قال بعضهم لبعض ماذا نصنع أنا صحوير حسين صحوير إذا أردتم أن تعرفوا الحسين حيا أو ميتا فاهجموا على مخيماتهم اهجموا على مخيماتهم وفعلا ما هي إلا الأحباب وإذا بعمر بن سعد يأمر القوم والجند بأن يهجموا على المخيم وهو الذي أخذ قبس النار وقال ها احرقوه بيوت الظالمين زينب صاحب لأخيه الحسين أخي حسين إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله تقول الرواية لما سمع الحسين صوت زينب تحمل على نفسه وبقى خطا خطوتين لضعفه سقط على وجهه إلى النار نادته ثانية مشى الحسين خطوات فسقط والخيل غارت في
في أحضر خلقه لا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين تقبل عزانا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اشف عليهم وعلى آل الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إن أمرناه بعيدا ونراهم قريبا. اللهم فك كل أسير. اللهم فرج عن إخواننا المعتقلين فرجا عاجلا قريبا كريما بصره وأقرب من ذلك. اللهم اغني كل فقير. اللهم ولا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه ولك جبلي تنعت له ذنب تعذبني عليه. جماعة العظيم احفظهم فلتقبل إلى أنفسهم ومن يلوذ بهم المؤسسون تقبل أعمالهم واظلم في أنفسهم ومن يلوذ بهم وإلا روح الموتى وموتى الحاضرين وموتى المؤمنين للجميع من ثواب سورة